بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جنو لينكس. معكم عبد المجيب. اليوم عندنا اللي هو واحد من دروس الشيل سكريبتنج. راح اتكلم عن البرومت كوماند. تمام. البرومت كوماند هو متغير الغايه منه تنفيذ امر معين بعد تنفيذ اي امر. اوكي، ناخذ مثال احسن. لو طبعا بالبدايه هذا هو يكتب برومت كوماند، ما راح اوقف الشرح. تمام. جوالي يرن على منبه علشان قرب صلاه الفجر، يساوي علامات تنصيص اثنتين. اوكي. بعدين الله يسلمكم، كمان تكتب هنا الامر اللي انت حابب يتنفذ بعد كل امر. ممكن تكتب بي دبليو دي، الفائده منه هو عرض المسار الحالي البي دبليو دي. الان اضغط انتر راح يعرض لي البي دبليو دي. ليش؟ لان انا نفذت الامر هذا. طيب انا ممكن اسوي اي شيء، ممكن ادخل على سي دي داونلودز. اوكي، انتر عرض لي اللي هو السي دي داونلودز. ممكن ادخل على سي دي مثلا ميوزك، عرض لي اللي هي سي دي ميوزك. لو سويت ال اس تمام راح يعرض لي، طبعا راح يبقى معي هذا الامر يعرض دائما. تمام. عشان اوضح لك الصوره مره ثانيه، ممكن انك تسوي انست عشان تشيل الذي برومت كوماند بالشكل هذا. احنا راح نلغي المتغير الحالي، نروح للهوم. اوكي. ما زال معنا ذا نشب. اصبر انست برومت كوماند انتر. اوكي، راح. طيب كيف نقدر نشتغل عليها، كيف نقدر نزبطه؟ خلينا نسوي واحد ثاني عشان تتضح الصوره. برومت كوماند يساوي مثلا ايكو مثلا اسمك نجيب. اوكي. راحت منك عشان صغر الشاشه هنا. طيب انت الان لما اسوي اي امر، اي شيء اسوي راح يظهر لي عبد المجيب كل مكان. ال اس عبد المجيب، سي دي داونلودز عبد المجيب، والى اخره. راح يبقى معك هذه. ممكن انك تضبط هذا المتغير يبقى معك على طول عن طريق اللي هو ملف الباش ار سي. تمام. راح للباش ار سي الله يسلمك، وسجل تحت الامر اللي تحب تسويه. طبعا راح يكون بالشكل هذا. برومت كوماند يساوي ايكو هلو. تمام. خلاص نسوي سيف الحين، سكر. طبعا عارفين التغييرات اللي سويتها هنا بالطرفيه مؤقته، مجرد سكر الطرفيه راح تروح. الشغله اللي سويتها قبل شوي حفظتها بالباش ار سي علشان يبقى معنا الملف على طول. ندخل على التيرمينال. تمام. الان راح اظن اول ما اول شيء صار انه طبع لي هلو، راح تبقى معي هلو الى اخر الحياه لنمسحها من الباش ار سي. انتهى الدرس. نشوفكم ان شاء الله في دروس قادمه. في امان الله. اي ما سكرت، اصبر.